انا قلت لك تقريبا هنتكلم بنسبه مثلا قريب من نسبه تعدي 90%، يعني لو اتكلمنا على 23 لاعب ممكن جدا هتلاقينا كلنا متفقين مثلا على 21 لعيب او 22 لعيب. هتلاقي في اختلاف بقى ان احمد فتحي فعلا بخبرته الدوليه الكبيره وكونه بيقدر يلعب في اكتر من مركز، طبعا اولهم الظهير الايمن اللي هو الاساس بتاعه يعني، لكن حتى لما بيلعب في الظهير الايسر بيعرف يسد وعنده خبرات كبيره. دي طبعا نقطه من النقط اللي برده كان مفروض من وجهه نظر ان احمد فتحي يبقى موجود، واعتقد برده بس طبعا دي يمكن مش وقتها مع الوقت، من وجهه نظر انا الشخصيه انه واحد زي مثلا عبد الله جمعه ممكن يبقى موجود برده في الجبهه الشمال. يعني مش شايف في يعني اختلافات كبيره قوي، معظم بتوع نص الملعب هم معظم الفراوده واخد افضل الاجناب بصراحه، يعني بنسبه اللعبة كبيره يعني. طبعا يعني حاجه بسيطه اللي ممكن القايمه ما فيهاش غير علامتين سهل بس لا وخلينا يا كابتن اسامه نتكلم. الاختيار في وقت زي ده بيبقى اختيار جهازيه، بمعنى انت ممكن يكون في عندك لعيب كويس قوي ومش جاهز، بمعنى ان انت فضلت انك تاخد لعيبه الاهلي اللي لعبوا مباريات افريقيا، وفضلت انك تاخد لعيبه الزمالك اللي لعبوا مباريات افريقيا وبيراميدز برضو، لكن في الوقت نفسه يعني في علامه استفهام على احمد فتحي. يعني انا من لو جيت لجاهزيه كمان يا كابتن عادل، لو جاهزيه لا انت تاخد كهربا بدل رمضان صبحي قولا واحدا، لو جاهزيه بنتكلم جاهزيه بس لا. دي ممكن بس لما عادل يتكلم فيها يعني بص دي وجهه نظري طبعا. يعني انا عايز اقول لك يا كابتن هاني، اهم ما في الموضوع احمد فتحي، ده من وجهه نظري. ليه احمد فتحي؟ انت بتتكلم على ظهير ايمن واحد في المنتخب اللي هو محمد هاني، اكيد في الوقت ده انا بتكلم على تشكيلته، يعني اكيد في الوقت ده انت في كورونا، انت في مباريات مضغوطه، مباريات جايه من بعد توقف كبير، فيبقى في جهد، هيبقى في اصابه، فكنت لازم تعمل حسابك على كده. فالعلامه الاستفهام الوحيده من وجهه نظري احمد فتحي. اما الاختيارات انا دائما بحب يعني ما بحبش اتكلم على اختيارات مدرب، لانه هو اللي شايف استراتيجيته، هو اللي بيعمل. وعشان بس الساده المشاهدين يبقوا يعني نبذه كده عن كيفيه اختيار المنتخب والنادي، او الفرق ما بين المنتخب والنادي. الفرق ما بين النادي انك انت بتبقى مجبر على قائمه، لكن المنتخب انت عندك البلد كلها، عندك اللعيبه كلها، عندك ممكن تاخد لغايه الدرجه العشرة من عندك في بلدك، فانت عندك وفرة، فانت بتعمل طريقة اللعب بتاعتك وبتاخد اللعيبة. لكن انا شايف ان في الوقت ده موضوع احمد فتحي، انا يمكن في خلفيات عن الموضوع ده ان هي داخل في حاجات اخرى، لكن احمد فتحي في احسن وازهى وقت ليه في الكورة، اللي هي في نهايته، نهاية يعني بتكلم على الكورة اخر سنة سنتين احمد فتحي دي، فما فيش مانع ان انا استفاد منه اقصى استفاده ممكنه كان في وقت زي ده. وبعدين لما محمد هاني اتعور ما فيش مانع انك تجيب احمد فتحي تاني. انت بتتكلم على الانسجام، ما فيش حاجه اسمها انسجام دلوقتي، ده احمد فتحي لعب معاهم طبعا، كان توليت انه هيسافر يعني، الموضوع كان ممكن يعني خلاص ودخل احمد بالظبط ازاي ويروح، اصل ده منتخب مصر، هو ده مش نادي، ده منتخب مصر، انا محتاجه اجيبه بكره، اجيبه دلوقتي. كابتن حسام ماشي بس في اختيار عادل، اختيار من الاول كبير خالص. وبعدين كابتن حسام قال لك انا برضه بحاول يعني كان ليه وجهه نظر، بيقول لك انا بحاول انزل بالاعمار السنيه، فدي وجهه نظر كابتن حسام وانت احترم، لان انا كنت في يوم من الايام يا كابتن في نفس الموقف، يعني ما كنتش الرجل الاول صحيح. لكن كنت بعرض اسماء والقائمه كان عليها حتى ايام اجيري كان عليها علامات استفهام كبيره جدا، ما يقدرش يحللها غير المدير الفني. طب انا عايز اقول لك حاجه يا كابتن هاني، احنا بنتكلم في مباراه توجو خارج الملعب محتاجه واحد عنده خبره قوي بيعرف يدافع، صح؟ قولا واحدا صح. انت لما تيجي تعمل احلال وتجديد ما بتعملوش في المحكات اللي هي بتكون انت فيها في خطوره عليك، بمعنى انا لما اجي اعمل الاحلال بعمل بفرد 2 3، ما فيش احلال يتعمل ب7 8. وبعدين تعالى نتكلم احلال اللي احنا بنعمله، احنا ما بنعملش احلال، ما بنقولش